ايه معنى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحده للتنميه المستدامه؟ هو الامين العام للامم المتحده لديه عدد من المبعوثين والمستشارين في مجالات معينه وفي موضوعات محدده، فبيكلفهم بمهام لمسانده عمله، وانا اتشرفت يعني باختياره ليا منذ عام 2020 بعد ما تركت البنك الدولي بان اكون المبعوث الخاص لتمويل التنميه المستدامه. كل ما يرتبط بأبعاد التمويل المختلفة، سواء تنسيق التمويل الخاص مع العام أو التعامل مع مشكلات المديونيات أو الأمور الخاصة بإطار تمويل التنمية بشكل عام، لأن الأهداف التنمية المستدامة اللي تم إقرارها في عام 2015 كان سبقها الاتفاق على وسائل تمويلها في يوليو 2015. وأنا معني بمتابعة هذا الملف من ناحية التنفيذية، بيبقى في طبعا مسؤولين داخل منظومة الأمم المتحدة، ولكن لتمثيل الأمين العام هو بيختار مجموعة من المبعوثين اللي لهم بعض الدراية بالمجالات المختلفة، وأنا يعني جاء من حظي موضوع تمويل التنمية.